السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله، كما عودتكم لتبييض اليدين. فهذه الوصفة من الوصفات الفعالة والمؤكدة والمجربة والمضمونة 100% لعلاج مشكل عدم توحيد لون اليدين. فهذه الوصفة فعالة جدا جدا في تبييض اليدين بشكل سريع جدا، ولكن إذا تم استعمالها بالطريقة التي سيتم شرحها في الفيديو إن شاء الله. فضلا وأولا، إذا كنت أول مرة تشاهدين القناة، لا تنسي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد القناة فور نزوله، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن إلى مكونات الوصفة. مكونات الوصفة، أي المرحلة الأولى، سنحتاج فيها زيت الزيتون. أما في المرحلة الثانية سنحتاج إلى عصير الليمون أو الحامض، وسنحتاج أيضا إلى عصير البطاطس. فكل هذه المكونات تعمل على تبييض مساعدتها على التخلص من الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة بشكل سريع جدا، وأيضا تساعد البشرة على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة، مما يساعد على توحيد لون اليدين بشكل سريع جدا وفي مدة قصيرة جدا. فطريقة استعمال هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة. فأول مرحلة يجب عليك فعلها أو تطبيقها، وهي غسل اليدين بالصابون الخاص بك، وتتركين الصابون لفترة من الزمن على اليدين إلى أن يجف، ثم تقومين بغسله بالماء الفاتر، ثم تقومين بالمرحلة الثانية أيضا بوضع الصابون الخاص بك على اليدين، ثم تتركينه إلى أن يجف، ثم تقومين بغسله. أي تقومين غسل يديك بالصابون مرتين، ولكن ستتركينه إلى أن يجف تماما، بعد ذلك تقومين بغسله وتنشيف اليدين. المرحلة الثانية، وهي تدليك اليدين بزيت الزيتون النقي والأصلي. فزيت الزيتون لها العديد من الفوائد للبشرة، فهي تنعم البشرة وترطب وتلين، فهي فعالة جدا جدا للتخلص من البشرة الجافة، وأيضا هي فعالة في توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات ومن البقع الداكنة التي قد تتواجد باليدين. ولهذا فعملية تدليك اليدين بواسطة زيت الزيتون هي ستساعدك كثيرا لتوحيد لون البشرة. بعد تطبيق أو تدليك اليدين باستعمال زيت الزيتون، تقومين بترك زيت الزيتون على اليدين لمدة تتراوح ما بين من ساعتين إلى 3 ساعات. لا تقومين بغسلها، بل اتركي الزيت الزيتون على يديك لمدة تتراوح ما بين من ساعتين إلى 3 ساعات، وإذا تركتيها مدة أطول فأحسن وأفضل لك، وستحصلين على نتائج سريعة. أما المرحلة الثالثة في هذه الوصفة، ستقومين بتحضير خليط من عصير الليمون، ثم تقومين بخلطها جيدا، ثم تقومين بأخذ القليل من القطن، ثم تقومين بتطبيقها على يديك بالكامل، وتتركينها لمدة تراوح ما بين من 20 إلى 40 دقيقة إلى أن تجف بالكامل. تكررين هذه العملية يوميا لمدة أسبوع فقط، فستحصلين على نتائج مبهرة جدا من الاستعمال الأول. فبعد استعمال هذه المراحل الثلاث، بعد الانتهاء منها، ستحصلين على نتائج جد جيدة، وستحصلين على نتائج من الاستعمال الأول. وأنا أؤكد، فأنا قمت بتجربة هذه الوصفة وحصلت على نتائج جد جيدة، فهي فعالة جدا جدا في تبييض اليدين بشكل سريع جدا.
يمكنك استعمال هذه الوصفة مرتين في اليوم إذا أمكن إذا تمكنت، وإذا لم تتمكني يمكنك الاكتفاء فقط باستعمال هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع كامل، وستحصلين إن شاء الله بعد الاستعمال الأول من نتائج مبهرة ومفرحة. فكل ما عليك هو تطبيق الوصفة بالطريقة التي قمت بشرحها وستحصلين على نتائج مرضية جدا. كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتبييض اليدين وتوحيد لونها وإزالة التصبغات وأيضا ترطيبها وتليينها. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة، وإذا كان لديك أي طلب خاص يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا بالدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.